متابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة حلقة فيها توعية، لأن هقول لكم مضاعفات خراج الضرس. خراج الضرس على قد ما هو علاجه بسيط، وهقول لكم برضو علاجه سريعا، ولكن إهماله ممكن يؤدي إلى سيليولايتس، يعني التهاب في النسيج الخلوي، ويبتدي الوش يورم، وبعد كده لو أهملنا برضو المرحلة ديت ممكن تدخل للأسف في مضاعفات شديدة وتسمم في الدم وحالات طارئة وحجز في مستشفيات، وحالات بتبقى طارئة جدا، وللأسف في بعض الحالات بتؤدي إلى الوفاة. يعني الناس تقول في الآخر هو مات بسبب كان عنده خراج في الضرس، ربنا يحفظ الجميع. طيب احنا هنتكلم على الخراج سريعا. الخراج طبعا لما بيطلع في الفم المفروض ما نهملهوش تماما، بنروح للطبيب ونبتدي نعالجه، بناخد مضادات حيويه ومضادات التهاب، مضادات للتورم للانتفاخ، وبناخد معاها مضادات مطهره زي بيتادين، وبنبتدي نهتم جدا بموضوع الخراج لغايه لما يخف. اما بنخلع الضرس، اما بنعمله علاج عصب او علاج جذور عشان نتخلص من الانفكشن او العدوى ديت. لو الخراج ما بيروحش وبقاله فترة كتيرة والمضاد الحيوي عايزين نساعده شوية، بنبتدي نشق الخراج من جوه. يبقى الخراج من جوه بيبتدي الطبيب بيشقه بالمشط ويبتدي يعصر الخراج دوت عشان يساعد المضاد الحيوي، ويبتدي يعصر كل الصديد أو كل القيح اللي فيه أو المدة زي ما بنقول، وبنوصف مضادات حيوية. طيب لو الموضوع تطور وبدأ المريض وشه يورم، وبدأت عينه تقفل وتورم، وبدأ زوره يبتدي يبقى فيه ورم من هنا من الخارج، وشه من بره بدأ يورم، يبقى احنا كده دخلنا في المرحلة التانية اللي هي مرحلة السيليولايتس. السيليولايتس هو التهاب في النسيج الخلوي نتيجة لانتشار الباس أو القيح أو الصديد. يبقى احنا كده بدأنا ندخل في حالة طارئة شوية، يبقى محتاجين اهتمام أكتر، محتاجين مضادات حيوية أقوى، ربما نكون محتاجين مضاد حيوي إبر أو إنجكشن، مضاد حيوي عن طريق الحقن، غير ان احنا بنزود طبعا نسبة المضادات الالتهابات ومضادات التورم والبيتادين خارجي وداخلي. يعني بنحاول على قد ما نقدر نسيطر على السيليولايتس اللي موجود. طيب للأسف بقى في حالات بتهمل كمان السيليولايتس، يبتدي القيح او الصديد ينتشر في السبمانديبولر سبيس، الفراغ ما تحت الفك وفراغ ما تحت الدقن، في السبمنتال سبيس والسبمانديبولر سبيس، المناطق ديت فيها فراغ داخلي بنسميها زي سبيس، بيبتدي الباس او الصديد ينتشر قوي في المناطق ديت، يورم لي الوش زياده ويطلع على العين، وبعد كده ينزل على الزور ويجي على منطقه الدقن، ويبقى الوش كله وارم، والتهاب في النسيج الخلوي او فيشيال سيليولايتس جامد جدا. طيب دي بتبقى حالة للأسف طارئة، لأن إحنا بنخاف إن الإنفكشن دوت يوصل للمخ عن طريق إن هو الدم يبتدي يتلوث، أو يحصل إن البكتيريا ديت توصل للدم ويحصل تسمم في الدم ويوصل للمخ ويوصل للأعضاء ويمشي في الدورة الدموية، ودي هتبقى حالة طارئة، ربما يحصل وفاة بسبب انتشار العدوى أو انتشار البكتيريا في الدم. لازم ناخد الموضوع دوت بجدية شديدة، لأن طبعا بتبقى البكتيريا طبعا بتبقى أغلبها ستافيلوكوكس أوريوس وستريبتوكوكس بايوجينز، دي نوع من أنواع البكتيريا، وأحيانا بتبقى شوية ريزيستنت للمضاد الحيوي، يعني المضاد الحيوي أحيانا مش بيجيب نتيجة قوي مع بعض الحالات. طيب دي حالة طارئة، بنعمل إيه؟ بنتجه للمستشفى للطوارئ، بنتجه بقى المستشفى ممكن جراحة فم وأسنان، في قسم اسمه قسم جراحة الوجه والفكين، بنتجه ليهم وبيبتدوا يعملوا اللازم. طب ايه هو اللازم؟ اللازم ان انا بفتح في المنطقة ديت عشان اطلع كمية الصديد الكبيرة قوي اللي المضاد الحيوي مش قادر عليها، لازم بيحصل فتح خارجي. احنا خلاص عدينا مرحلة الفتح الداخلي والخراج الداخلي، وبدأنا نتكلم في فتح خارجي وتركيب درين او تركيب درنقة. هنعرف كل دوت يعني ايه دلوقتي. الطبيب بيبتدي يمسك المشرط بتاعه وبيبتدي يفتح فتحة هنا اهو،
في السب مانديبولر سبيس ما تحت الفك وما تحت الدقن، وبيصرف كمية الصديد اللي موجودة في الوش. طيب الفتحة بتبقى ازاي؟ اكيد طبعا الناس بتبقى خايفة، اكيد مش بنفتح هنا، يعني اكيد مش بنفتح في الرقبة، لان هنا في الكاروتيد ارتري ممكن يحصل نزيف وموت، احنا مش هنموت المريض، احنا بنفتح في حتة آمنة بتبقى تقريبا بعد الجو لاين او خط الفك دوت بحوالي 2 سنتي قدام شوية هنا هو تقريبا، وبنحاول نعملها في منطقة ما تبانش قوي او في منطقة تنايات الجسم علشان بعد كده ما تسيبش علامة او تسيب سكار في وش المريض. طبعا ده على قد ما نقدر، ولكن هو المريض دلوقتي في حالة طوارئ، بيهمنا اكتر ان المريض دوت نطلع منه الصديد او الباس. نفس الكلام بتبقى هنا برضو فتحة لو احتاجنا، او منتشر قوي في منطقة السبمنتال او تحت السبمنتال سبيس، بنبتدي برضو نفتح فتحة هنا وبأداء شبه المقص لكنها مش مقص، بنبتدي ندخل ونفتح كده من جوه الأوض بتاعة الصديد ونبتدي ننزل كل القيح أو ننزل كل الصديد اللي موجود. بيبقى فيه زي طبق جراحي، الطبق الستانلس ده أو الألومنيوم اللي انتوا بتشوفوه، طبق الجراحي بنبتدي ننزل فيه كل الصديد من خلال الفتحة اللي احنا عملناها هنا. الطبيب بيبتدي ينزل كده ويعصر. عايز أقول لكم إن في حالات بتملى طبقين وثلاثة بالصديد دوت وما بيبقاش فيه دم خالص في الأول، بيبقى كله صديد لونه أبيض. بنملى وننزل كل دوت ونعصر على قد ما نقدر ونوصل لغاية الأسنان المصابة، ونبتدي نفتح كل المناطق ديت وننزل كل الصديد اللي موجود في السبيس لغاية لما يبتدي ينزل دم. نقول يعني أهو بدأ شوية الدم يظهر والصديد يبتدي يقل شوية. طبعا دي بتبقى حالة طارئة، وبعد كده بنجيب زي درين أو درنقة، بتبقى ببساطة عشان أشرحها لكم زي عاملة زي الشاليمو أو الشفاطة الصغيرة كده، هو بتتحط هنا وبتتحط هنا لو احتاجنا كمان علشان تصرف الصديد من خلال الدرنقة الصغيرة أو الدرين ديت، وبنثبتها بخياطة بسيطة من هنا وخياطة بسيطة من هنا. طبعا بننزل الدرين دي في اتجاه الجرافيتي أو في اتجاه الجاذبية عشان الصديد ينزل لتحت، أكيد مش بنحط الدرنقة في اتجاه السقف عشان طبعا الصديد مش هيطلع لفوق، الصديد هينزل لتحت في اتجاه الجرافيتي او في اتجاه الجاذبية. الفترة ديت بتبقى فترة طارئة جدا، بنوصف طبعا للمريض مضادات حيوية شديدة جدا، مضادات التهابات، مضادات للتورم، تعليمات للنظافة الخارجية ان هو ينظف حوالين الدرنقة وحوالين الجراحة اللي معمولة بالبتادين، مضمضة داخلية، بنديله تعليمات للأكل، تعليمات للراحة، أجازة من الشغل. وطبعا أحيانا الطبيب بياخد عينة من الصديد دوت علشان يعمل لها مزرعة ويشوف نوع البكتيريا اللي مسببة كل المشاكل ديت عشان يدي مضاد حيوي مناسب للبكتيريا اللي هتطلع نتيجتها في المزرعة إنجازا للوقت، وإن إحنا نديله مضاد الحيوي المظبوط. كمان أحيانا بنعمل بلاد تيست أو تحليل دم علشان نشوف هل البكتيريا دي وصلت للدم ولا ما وصلتش للدم، هل في انتشار في البكتيريا ديت واصل للدم ومشي في الدورة الدموية، خوفا على طبعا الأعضاء الداخلية والمخ، وإن البكتيريا تنتشر ويحصل انفكشن أو عدوى للجسم كله ما تبقاش بس في منطقة الوجه. المريض لازم يعرف ان هو في حالة طوارئ شديدة، لان احيانا كمان بيتحجز في المستشفى وبيقعد على محاليل للتغذية وبيقعد على مضادات حيوية، بيتركب له طبعا كانيولا وبيتحط له مضادات حيوية انترافينس او مضاد حيوي عن طريق الوريد، لان بتبقى زي ما بقول لكم حالة طارئة ومحتاجة عناية خاصة. لو انا ما رحتش المستشفى لازم اواظب اني انا لو ما بيتش في المستشفى اواظب اني اروح جلسات المتابعة في مواعيدها، أعمل المزرعة، أعمل التحاليل بتاعتي، أهتم بالتغذية والتعليمات اللي الطبيب قايلها لي، طبعا باخد راحة أو أجازة من الشغل لغاية لما إن شاء الله يحصل تطور وتحسن في الحالة وتبتدي بعد كده الدرنقة دي تقلل الصديد وما ينزلش صديد كتير، وورم الوش يختفي والألم يختفي، تقل الوش يختفي، بعد كده بيتم شيل الدرنقة. وفي ناس يعني بتعمل تجميل للمنطقة وفي ناس طبعا بتسيبها. ربنا يحفظ الجميع.
حبيت أنقل الوعي علشان تطور أو مضاعفات خراج الضرس، ولو في حد عنده أي سؤال أو أي استشارة طبية، مش بس في موضوع النهاردة ولكن في مجال طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة، بيتفضل في التعليقات. برد على كل أسئلتكم واستشاراتكم الطبية. ما تنسوش الإعجاب واللايك للفيديو، مشاركته مع الآخرين لتعم الفائدة، اشتراككم في القناة شيء أكيد هيشرفني. مش هطول عليكم، بتمنى لكم يوم سعيد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.